البنت ما قالتليش حاجة، بس كل ما بجيب سيرتك قدامها اللي بشوفه في وشها بيخليني أخاف أرجعها لك تاني. دلع نفسه يا دلع حريم. بس وعد مني ليك عليا المرة دي، ها عمري ما هزعلها تاني أبدا أبدا. يا أبو دعوة، أبو دعوة أنت لسه فاكر؟ بس في حاجات كده عمرها ما تتنسي. ريحني ريحني يا معلم، وقول انك هتلاقينا قلبها. حاضر يا معلم، اكلمها تاني. ماشي يا معلم، ده برضه العشم. لا صحيح، هي ايه حكايه الواد اللي مسميينه الفتوه المتلتم ده؟ ايه حكايته بالظبط؟ بنت يا نورة. ايوه يابا. انت رايحة فين يا بنت؟ كنت عايزة اسلم على خالي. ولا بلاش. طب روحي بس ما تأخريش. ماشي يابا، ربنا يخليك. تطلعي على طول. حاضر. عرسنا حنوقه زينة شباب الجماليه، الشهم الجدع ابني اللي ما خلفتوش، ورقصني يا جدع. عرسنا ابن الجماليه الطيب، ورقصني يا جدع. كده هنبوظ فرح ابن الجمالية الطيب الجدع. عايزين النبوت يزغرط لابن الجمالية يا حسن. كلامك ماشي يا عزمي. رقصنا يا جدع. معلم صابر عايزك يا استاذ حسن. حاضر، شويه كده وجاي. ماشي. خد يا باشا. اللي رايح فين كده يا باشا؟ مشوار كده يا معلم. لا مفيش مشاوير، عايزك انت والعيال. خلينا بكرة، معلش عشان مستعجل. قلنا مفيش مشاوير، ولا انت عايز ترجع تلاقي دكانك على الأرض؟ على دكانك. طب ما من الأول أخويا.
برضه ما حكيتليش حكاية البنت دي ايه؟ يا عم رد عليا. رد عليا يا عم. يا عم انا بصراحة خايف يا عور. انا الفار بيلعب في عيب يا عور. شوف انت بقى اما الفار يلعب في عيب بقى انا عامل ازاي؟ يا عور رد عليا يا عم. يا عم رد عليا. هتمشي هتمشي لحد هناك هتلاقي عربية كر توقفيها وتركبي معاها. أنا كده عملت اللي عليا. ماشي يلا روحي. شكرا. روحي. فين يا بنت؟ يا عمر يا عمر يا حلوف. أنت عايزة تهربي يا بنت ولا تتجننتي؟ بقول لك ايه ورحمة أمي لو فكرت تعملي كده تاني هندمك. هتفنك هنا واخلص منك. خشاشة جوه حلوه. يلا حلوه خش جبتها لنا الكلام. خشاشة جوه. عايز ايه ترخ؟ برضه ما قلتليش حكاية البنت دي ايه؟ يا عم الحمار كان يوم اسود يوم ما جبتك الكسر هنا. يلا خش جوه ترخ. يلا حلوه حاضر. من امتى السيد اللبان بيطلب طلبات في الجماليه؟ جرى يا فرج، ما كل طلباتكم عندنا في المذبح مجاب. بس حسن ما يعرفش. ماشي يا زناتي، واحنا ما تقابلناش. ماشي. معلم سيد واخد على خاطره منك يا حسن علشان انت ضربت ابنه. ابنه بيترزل على بنت يا معلم. مد ايده عليها وفضل قاطرها لحد البيت. وبنتي دي زي بنتك. لو انت يرضيك يبقى له حق. هو ملوش اب تيجي تشتكي له يا حسن؟ ولا انت مستكبر على الشكوى وبتاخد حقك بدراعك؟ يا معلم انا ما مديتش ايدي عليه الا لما لقيته واقف عند البيت. وانا اللي مدي ايده على ابني قطعها له يا حسن.